الآب والابن والروح القدس إلهين واحد آمين. الموضوع بتاع النهاردة عن ترتيب أحداث يوم القيامة من خلال الأناجيل الأربعة. هو ما فيهوش تأملات، ولكن هو ترتيب أحداث وإزاي بنعيش الأحداث بتاعت القيامة من ساعة ما المسيح قام الأموات لغاية نهاية يوم الحد في عشية الحد بالليل، اللي هو حوالي الساعة 9 بالليل. الأحداث كلها تمت إزاي ومشت إزاي، وفي شخصيات خاصة بالقيامة بتتحرك، وبنشوف ترتيب الأحداث بحسب البشائر الأربعة. والبشائر الأربعة بتكمل لنا الصورة، وإن كانت تبدو بعض الآيات ظاهريا إن فيها اختلاف، ولكن لما ندور فيها هنلاقي إن كل البشائر الأربعة كملت المشهد بدون أي اختلاف. البرزنتيشن اللي قدامنا قبل ما ابتدي فيه، يعني للامانه هو البرزنتيشن ده مش بتاعي، بتاع اخ صديق ليا، هو اللي تعب وعمل كل الترتيبات وكل الشغل اللي في البرزنتيشن ده. فيعني اخرون تعبوا وانتم دخلتم على تعبهم، فانا بس كل اللي هعمله ان هعرض البرزنتيشن قدامكم، لكن الشغل والتعب ده كله بتاع اخ تاني، يعني هو اللي عمل. المنظر اللي قدامنا منظر لخريطة أورشليم، المنظر على اليمين دي خريطة أورشليم، وبيها يعني بعض النقط المهمة. طبعا هي مش كل التفاصيل فيها، لكن الحاجات المهمة هنلاقي فيه ثلاث محطات رئيسيين بيتحرك فيهم البرزنتيشن. هشاور عليهم بالكرسور، اللي هو الجلجوسة والقبر المقدس، دي محطة رئيسية مهمة. المحطة الثانية العلية اللي هي السكن اللي كان قاعد فيه التلاميذ، والمحطة الثالثة اللي هي قرية عمواس اللي هي بالقرب من أورشليم. هنبتدي من أول الصليب، نشوف مين الشخصيات اللي كانت موجودة عشان نبتدي نتتبع الخطوات مع المسيح في يوم قيامته، وناخد الخمس ظهورات اللي هم خاصين بيوم أحد القيامة فقط. طبعا هو في ظهورات تانية حصلت في الخمسين الأربعين يوم المقدسة، لكن إحنا هناخد اللي هو الظهورات الخمسة اللي حصل يوم أحد القيامة بس. طبعا هو عدى اسبوع القيامه، ولكن القيامه بالنسبه لنا مش حدث، القيامه بالنسبه لنا هي حياه احنا بنعيشها كل يوم. فكل ده يعني اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، احنا بنعيش القيامه كل يوم. بدايه من السلايدات الخاصه بالقيامه هيبتدي يظهر عندنا ساعه فوق. الساعه دي الى حد ما بتتكلم عن الوقت التقريبي لكل حاجه حصلت امتى. الوقت ده الموجود طبعا قابل للزياده والنقصان، ما هوش حق مطلق يعني، ولكن في ناس كتر خيرهم مجموعه من الباحثين يعني اخذوا كل المصطلحات الزمنيه اللي في الكتاب المقدس وعملوا عليها بحث، ومن خلالها قدروا يطلعوا اوقات لكل حاجه حصلت امتى. يعني مثلا اقسام النهار الاربعه، الاربع هجعات بتوع الليل، هزيع الاول والثاني والثالث والرابع، وبعض المصطلحات الزمنيه زي محرس الصبح ومال النهار ومنتصف النهار وغروب الشمس. المصطلحات دي منهم قدروا يحددوا المواعيد بتاع كل حدث حدث امتى. هيبقى قدامنا في خطوط سير في الخريطة بتتحرك لكل الشخصيات المهمة في حادثة القيامة، في أحداث القيامة. هنشوف خطوط السير دي قدامنا، وزي ما قلت لكم ساعة، وهيظهر صورة للمسيح هتبتدي تتكرر خمس مرات. كل ما تظهر صورة للمسيح القائم ده معناه إن في ظهور للمسيح في الوقت ده، ولما يظهر صورة للملاك معناه إن في ظهور للملاك حصل في الوقت ده. نبتدي من الأول، من أول خط السير، من النساء عند الصليب، عشان نبتدي نشوف القيامة أحداثها إيه ومين الشخصيات اللي كانوا موجودين في أحداث القيامة. نبتدي من أول عند الصليب، فنشوف معلمنا متى يبتدي يقول: وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد، وهن قد تبعن يسوع من الجليل يخدمنه، بينهم مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسي وأم ابني زبدي. يبقى في نساء كثيرات منهم مريم المجدلية، مريم أم يعقوب ويوسي وأم ابني زبدي. ده معلمنا متى. معلمنا مرقس يقول: وكانت أيضا نساء ينظرن من بعيد، بينهما مريم المجدلية، مريم أم يعقوب الصغير، ويوسي وسلومي، اللواتي أيضا تبعنا وخدمنا. يبقى هنا زود عليهم كمان سلومي في بشارة معلمنا مرقس. ومعلمنا لوقا يقول: وكان جميع ما عرفوا ونساء كنا قد تبعناهم الجليل واقفين من بعيد ينظرون ذلك. فزود على المريمات وعلى سلومي ان في معارف كتير وفي نساء جم وراء من الجليل كانوا واقفين بيشاهدوا مشهد الصليب. انجيل يوحنا يقول: وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة أكلوبة ومريم المجدلية. فهنا من الأربع بشاير قدرنا نعرف مين اللي كانوا موجودين عند الصليب: المريمات كلهم ومعهم مريم أم يسوع وسلومة، ومعهم كمان نساء تانية جايين من الجليل ورا المسيح. فدول اللي كانوا موجودين عند الصليب. مهم جدا نعرف مين الشخصيات اللي تبقى موجودة عشان وإحنا بنتحرك نقدر نعرف يعني
مين الشخصيات اللي كانت موجودة في حدث القيامة. السيد المسيح يسلم روحه، طبعا كلنا عارفين السيد المسيح سلم روحه وانشق حجاب الهيكل والارض اتزلزلت والشقوق تشققت والقبور تفتحت وقام كثيرون من الموتى ودخلوا المدينه المقدسه بعد قيامته زي ما الانجيل بيقول. الحدث ده حصل، وبعديه طبعا حصل مهم جدا كلنا عارفينه، مش موضوعنا دلوقتي، ولكن هو نزول السيد المسيح للجحيم والمعركه الدارية اللي اقامها وازاي هزم الشيطان واخرج كل مختاريه من الجحيم واصعدهم الى الفردوس. بعد كده عند الدفن برضو مهم نعرف مين اللي راحوا عند الدفن عشان نبقى متابعين خط السير. نجي معلمنا متى يقول: وكانت هناك مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين تجاه القبر. يعني عند مشهد الدفن عند القبر عندنا مريم المجدلية ومريم الأخرى، مريم الأخرى اللي هي أم يعقوب ويوسي، عشان لما يتكرر التعبير ده نبقى عارفين مريم الأخرى اللي هي أم يعقوب ويوسي. معلمنا مرقس يقول: وكانت مريم المجدلية ومريم أم يوسي تنظران أين وضع. فهم ركز دلوقتي الاثنين ركزوا على مريم المجدلية ومريم أم يعقوب يوسي. وبعد كده معلمنا لوقا يقول: وتبعته نساء كن قد أتينا معه من الجليل ونظرنا القبر وكيف وضع جسده. هنا بيركز إن في برضه نساء اللي جم من الجليل كلهم واقفين عند القبر. يبقى إذن إحنا عرفنا مين موجودين عند وقت الصلب، الشخصيات اللي كانت موجودة، ومين وقت الدفن كان موجود من الناس. ثانية، بعد ما المسيح ممكن سؤال؟ اتفضل يا استاذ سمير. يعقوب مين ويوشي مين؟ يعقوب ابن زبدي. يعقوب ابن زبدي الكبير. المهم، فهنا قبل ما نتكلم عن الاعداد الاول للحنوت، بعد ما ودوا المسيح للقبر وشاهدوا من بعيد، قبل ما اتكلم عن الاعداد عايز ادي فكره بسيطه بسرعه. اليوم العبري عند اليهود بيبتدي من غروب اليوم السابق ليه وينتهي في غروب اليوم اللي بعده. يعني مثلا لو قلنا النهارده الجمعه، الجمعه يبتدي مع غروب بعد غروب الخميس، بعد غروب شمس الخميس يبتدي يوم الجمعه، وينتهي يوم الجمعه بعد غروب الشمس النهارده ويبتدي يوم السبت وهكذا. وده الى حد ما يمكن الترتيب الطقسي حتى المتبع في كنايسنا. يعني احنا لما بنصلي عشيه السبت بتقرا فيها قراءات الحد ويبقى كلها تبع ليوم الحد وهكذا، ولما بنصلي صلاه نص الليل يوم السبت بتبقى اتقال فيها ابصليه وسقطوكيه الحد. فده حتى الترتيب الطقسي المتبع في كنايسنا هو بنفس الترتيب الزمني اللي بيمشي فيه اليهود، ان اليوم يبتدي من غروب اليوم اللي قبله. الانجيل بيكلمنا عن الاعداد الحنوت ان هم عملوها على مرتين، ما هيش مره واحده. فهم يكلمونا انجيل لوقا يقول ايه: فرجعنا واعددنا حنوتا واطيابا وفي السبت استرحنا حسب الوصيه. السبت ده مش هو تاني يوم بعد ما ناموا قاموا، لا ده بعدها بكام ساعه، بعد ما الغروب جه فبدا السبت يلوح فابتدوا يسترحنا حسب الوصيه. فهم النسوه ابتدوا يجهزوا حنوت، كان عندهم شويه حنوت whatever، اذا كانوا اشتروهم ولا موجودين عندهم من الاول ولا حصلوا عليهم ازاي، ان هم فعلا كان موجود جزء من الحنوت ولكنه مش كل الحنوت اللي استخدموها في ان هم هيروحوا في تحنيط جسد المسيح. فاعدوا الحنوت دي وجهزوها وبعدين دخل السبت فاستراحوا حسب الوصيه. المشهد ياخدنا برضو قبل السبت ما يبتدي في وقت ضيق بسرعه، رؤساء الكهنه راحوا لبيلاطس وطلبوا منه حراسة القبر وقالوا له يعني عشان خاطر ما يجيش تلاميذه بالليل ويسرقوا الجسد ويعني ويقولوا انه قام وتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى، ده حسب تعبيرهم يعني. وإنجيل متى يبين لنا الحتة دي بيقول، فهم بقى بيقولوا لبيلاطس: فمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث لئلا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام من الأموات فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى. فهنا الرؤساء الكهنه برضو راحوا بسرعه قبل ما السبت يبتدي في عشيه يوم الجمعه بعد قبل ما الدنيا تليل، وراحوا قالوا لرؤساء الكهنه كده، وبدا يوم السبت. يوم السبت خالي من جميع الاحداث، كل الاطراف اللي كانت موجوده في عيد القيامه كلهم كانوا في اليوم ده يوم السبت، الكل مستريح وقعد في بيته بحسب الوصيه، فما كانش في اي احداث حصلت يوم السبت اللي هو يوم القيامه. نبتدي الاعداد الثاني للحنوت. هم جهزوا جزء من الحنوت وبعدين دخل السبت عليهم، الدنيا ليلت فبدأ السبت، فسكتوا وقعدوا في بيوتهم واستراحوا حسب السبت. وبعد ما السبت انقضى اللي هو غروب يوم السبت، غروب يوم السبت بأول ما يعدي الغروب يبتدي يوم الحد، يوم الحد يبتدي السبت بالليل يعني. ففي إنجيل مرقس يقول: وبعدما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسلومة حنوتا ليأتينا ويدهنهم.
فهنا في الإنجيل بيركز إن هما كرروا الموضوع مرة تانية. أنت عارفين لما اليوم بينتهي في الغروب بيكون لسه فاضل كام ساعة على يعني الليل لما يليل، زي مثلا لما حد فينا ينزل يروح يعمل يشتري اي حاجه مثلا من 7 ل 9 مثلا، بتبقى المحلات فاتحه لسه لكن بعد كده بيقفل. ففي الوقت ده بيبقى فيه لسه في بعض المحلات بتفتح للناس اللي يعني ما لحقوش يخلصوا اي حاجه قبل السبت ومحتاجين حاجات ضروري، فممكن يشتروا حاجتهم ويرجعوا يناموا بعد كده. فده كان الاعداد الثاني للحنوت، فالحنوت تتجهز على مرتين متتاليتين. بدايه من السلايد دي زي ما انتم شايفين صوره المسيح القائم طالع من القبر وطالع لفوق، وابتدي تظهر قدامنا منظر الساعة اللي احنا شايفينها قدامنا، والساعة دي هتبتدي تحط توقيت تقريبي لكل حدث بيحصل. لحظة القيامة زي ما كان جورج بيكلمنا من شوية في التأملات، ان يعني هو المسيح على الصليب يعني الكل شافوه والكل عيره، ولكن لحظة القيامة محدش شافها من البشر، وكانت لحظة يعني عظيمة جدا على وجه الأرض، لكن لم يوجد من يشاهدها من الأرض كلها. ولكن كل الأحداث اللي احنا هنتكلم عليها بعد كده هي إعلان قيامة المسيح. إعلان قيامة المسيح، اللحظة اللي قام فيها المسيح كانت والظلام باكن في أول الفجر بدري خالص، في رينج من 3 ل 3 ونص الفجر، في بداية الفجر. والمسيح خرج من الأكفان طبعا زي ما انتم عارفين بطريقة معجزية، إن خرج من جوه الكفن والكفن مقفول زي ما هو مربوط، يعني أقرب ما يكون ليه اللي هو يمكن فيلم الباشن أوف ذا كرايست كان بيبين المشهد ده، وإن الأكفان بتفضى من جواها وهي مربوطة زي ما هي، وده اللي حصل فعلا. المسيح خرج من الأكفان وهي مقفولة زي ما هي. فيوم القيامة نفسه حدث القيامة لم يشاهده أحد من البشر، وكان حدث طبعا يعني عظيم وجليل جدا محدش شافه من البشر. هيبتدي بعد كده أول إعلان للقيامة بنزول الملاك ميخائيل من السماء، زي ما شايفين صورة للملاك نازل للقبر، ملاك ميخائيل ينزل من السماء، كان بعديها تقريبا بما يقرب من نص ساعة ونزل دحرج الحجر. فنلاقي معلمنا متى يقول إيه؟ يقول: وإذ زلزال عظيمة حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه، وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج، فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات. فيوصف هنا أول إعلان للقيامة الملاك ميخائيل لما نزل، ونزوله كان عظيم جدا من السماء، حصلت زلزلة عظيمة. الزلزلة دي كانت زلزلة نزول الملاك ميخائيل، وطبعا وإن هو يعني بعد الحجر ودحرجه وجلس. وبعد كده يوصف وضع الحراس حصل لهم إيه، يقول: فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات، اتخشبوا في أماكنهم وجات لهم صدمة يعني جامدة جدا، ولدرجة بقوا يعني زي الأموات مش عارفين يعني ما إيه اللي بيحصل. بعد لما فاقوا من الصدمة شايفين خط سير فوق باللون الأسود بيمشي من القبر ورايح على باب الدقن بيدخل للهيكل. خط السير اللي بالأسود ده خط سير الحراس. بعد ما فاقوا من الصدمة وابتدي يستوعبوا اللي حصل، فطبعا هم ارتعبوا جدا، لقوا القبر فاضي والحجر متدحرج والجسد مش جواه، فطبعا قالوا دي فيها هلكنا، لان دي مهمه عسكريه كلفنا بيها بيلاطس واحنا فشلنا فيها والعقاب هيكون موت، فاحنا مش هنروح لبيلاطس انما احنا هنطلع. وخدوا الطريق العلوي اللي انتم شايفينه من القبر لغايه باب الدقن عشان يوصلوا للهيكل ويروحوا الرؤساء الكهنه وشوفوا لهم حل في الموضوع ده، الا هم كده لو راحوا لبيلاطس هيموتوا. كان ده في الوقت ده تقريبا ما يقرب من الساعه 4 صباحا. بعد كده هنبتدي نبص على في اسباب لزياره القبر. قبل ما نبتدي نقول مين اللي راح، في اسباب لزياره القبر. المريمات رايحين القبر، رايحين ليه؟ في انجيل مرقس يقول لنا: وبعدما مضى السبت اشترت مريم المجدليه ومريم ام يعقوب وسلومه حنوتا لياتينا ويدهنهم. يبقى انجيل مرقس قال لنا خدوا الحنوت ورايحين يدهنوا، ده السبب الرئيسي لزياره القبر. انجيل لوقا يقول: وفي اول الاسبوع اول الفجر اتينا الى القبر حاملات الحنوت الذي عددناه ومعهن اناس. فاذا السبب الرئيسي هو زياره القبر. فكر القيامه كان ابعد ما يكون عن ذهنهم، بالرغم من المسيح وهو في الجليل قال لهم ان ابن الانسان هيسلم ليصلب ويموت وفي اليوم الثالث هيقوم، لكن ده كان ابعد ما يكون عن ذهنهم، ولا ما كانوش فاكرينه، حتى مش فاكرين الكلام ده. فهم رايحين اساسا لاجل الحنوط فقط، ما عندهمش اي فكر للقيامه جواهم، وده كان ابعد ما يكون عنه. زي ما انتم شايفين في الخريطه عندنا 3 نقط رئيسيه متعملين بدوائر بيضاء: القبر المقدس فوق، والعليه تحت في اورشليم، وناحيه الشمال قريه عمواس. دول المحطات الرئيسيه اللي هيدور حواليهم الاحداث كلها. ابتدت العليه هنا، في خط سير ابتدى باللون الاحمر طلع منها ووقف عند باب الوادي. حوالي الساعة 4:30 صباحا دي كانت بداية تحرك النساء من المنازل. النساء ابتدوا يتحركوا، كل المريمات كانوا يعني
على ما يبدو ان هم كانوا في سكن قريب من العليه، فطلعوا كلهم وابتدوا يجمعوا نفسهم ويتحركوا عشان يبتدوا يروح القبر. فنلاقي هنا في الاربع بشاير كل واحد يدينا صوره. معلمنا متى يقول: وبعد السبت عند فجر اول الاسبوع جاءت مريم المجدليه ومريم الاخرى لتنظر القبر. بيتكلم على مريم المجدليه وام يعقوب ويوسف. في انجيل مرقس يقول: وبعدما مضى السبت، وبعدين يكمل يقول: وباكرا جدا في اول الاسبوع اتينا الى القبر اذ طلعت الشمس. فمعلمنا مرقس يقول اصطلعت الشمس. معلمنا لوقا يقول ايه؟ يقول: ثم في اول الاسبوع اول الفجر اتينا الى القبر حاملات الحنوت الذي اعددناهن ومعهن اناس. في ناس كانوا معاهم، وكلمه اناس دي كلمه مطاطه كبيره، يعني في ناس، جايز الناس دول يكونوا فيهم ستات فيهم رجاله، عددهم كام محدش عارف، وده يدل على ان الاعداد ما كانتش قليله اللي راحوا القبر. لكن كان معاهم مريم المجدليه ويونا ومريم ام يعقوب والبقيات معهن اللواتي قلنا هذا للرسل. يجي انجيل يوحنا في الاخر، انجيل يوحنا بيركز على ثلاث شخصيات مهمين: مريم المجدليه وبطرس ويوحنا. فنلاقي في انجيل يوحنا يقول: وفي اول اسبوع جاءت مريم المجدليه الى القبر باكرا والظلام باق. طبعا هنا قد يبدو لذهننا سؤال ان مرقس قال اذ قد طلعت الشمس، ويوحنا يقول والظلام باق، ولوقا يقول في اول الفجر. فظاهريا قد يبدو ان في اختلاف في الكلام، لكن واقعيا لما نشوف هم خرجوا ازاي يبان ان هم كلهم متفقين. المريمات طلعوا وابتدوا يجمعوا نفسهم كلهم، كانت حوالي الساعة 4:30 ابتدوا يتحركوا من البيوت وابتدوا يتجمعوا عشان يمشوا كلهم ويطلعوا يروح القبر. الرحلة تقريبا من بعد ما يطلعوا من باب الماء لغاية ما وصلوا القبر حوالي ساعة الا ربع مشي. فهم طلعوا ومشيوا جوه اورشليم لغاية باب الوادي اللي انتم شايفينه ده، باب داخلي جوه اورشليم، وبعد ما بيطلعوا منه بيوصلوا لباب الماء اللي هو الباب الخارجي. قبل ما اتكلم البشاير اتفقوا في يعني ازاي اتفقوا في الصوره اللي هم تبدو مختلفه، مين اللي راح القبر عشان برضه نبقى عارفين، احنا شفنا مين اللي كان عند الصليب ومين اللي وقف عند القبر وشاف المسيح وهو بيتدفن، مين بقى اللي قايمين الصبح ورايحين القبر؟ انجيل متى يقول: جاءت مريم المجدليه ومريم الاخرى لتنظر القبر. يبقى عندنا مريم المجدليه ومريم ام يعقوب ويوسي. انجيل مرقس يقول: مريم المجدليه ومريم ام يعقوب وسلومة اتينا الى القبر. يزود عليهم سلومة في انجيل مرقس. انجيل لوقا يقول: ثم في اول اسبوع اول الفجر اتينا الى القبر ويقول حاملات الحنوت الذي عددناه ومعهن اناس، يعني في ناس تانية كتير رجاله او ستات وتفر، ومعهم مريم المجدليه ويونا ومريم ام يعقوب والبقيات معهم. يبقى قال ان في بقيات ان هم نساء تانيه ومعاهم كمان يونا قصاد فوق كل اللي اتقال في البشائر الاخيره. يوحنا بيركز على الثلاث شخصيات اللي قلنا عليهم: وفي اول اسبوع جاءت مريم المجدليه الى القبر باكرا والظلام باق. يبقى دول اللي راحوا القبر عدد كبير من النساء، المريمات كلهم باستثناء مريم ام يسوع، واناس تبعهن اللي كانوا جايين من الجليل. فاذا العدد ما كانوش المريمات بس، لا ده كان في نساء تانية وفي ناس تانية كانوا معاهم، فالعدد ما كانش قليل، العدد كان كبير رايحين القبر. هنا بقى نتكلم، هم وصلوا عند باب الماء وساعة تقريبا دلوقتي حوالي 6:15، هم طلعوا من 4:30، فهل يا ترى من 4:30 لغاية 6:15 اخذوا كل الوقت ده عشان يخرجوا من باب الماء وهم جوه اورشليم؟ الحتة دي التاريخ يقول الابواب المدن القديمه زي اورشليم والمدن الحصينه زمان بتبقى محوطه باسوار، وزي ما الانجيل يقول لنا في سفر اشعياء: على اسوارك يا اورشليم اقمت حراسا. فالمدن الكبيره دي ليها اسوار وليها ابواب، وكانت الابواب دي في التقليد بتاعهم ان لازم الابواب بعد غروب الشمس الابواب المدينه كلها بتتقفل، بعد ما الدنيا تظلم لازم يقفلوا الابواب، وممنوع اي حد من شعب المدينه يخرج او يدخل طول فترة الليل والأبواب مغلقة. ودي كان لأسباب أمنية، إن هم يحموا المدينة لو أي لصوص تتسلل بالليل أو أي جيوش تتسلل وحاول تخش المدينة بالليل، فكان دايما الأبواب تكون مقفولة عشان يحموا المدينة من اللصوص. والأبواب تتفتح مع أول ضوء للشمس، أول ما الشمس تبتدي تنور ويطلع أول شعاع للشمس يبتدي يفتحوا الأبواب المدينة، ويبتدي الشعب يخرج اللي بقى بيقضي بقى مصالحه كلها يبتدي يتحرك. فهم هنا وقفوا احتجزوا ورا الباب لغاية لما طلع ضوء الشمس وابتدي يتحركوا ويطلعوا. فلما يوحنا قال والظلام باق كان بيتكلم خروجهم من بيته وهم طالعين كلهم بيتحركوا بيتجمعوا عشان رايحين القبر وكان لسه الظلام باق. ولكن لما اتفتح باب أورشليم
وابتدى يطلعوا، كانت الشمس طلعت، وده اللي قاله مرقس اذ قد طلعت الشمس. الصوره اللي قدامنا هنا على الشمال دي صوره المدينه، ليها ابواب وبتبين المنظر، ودي صوره حتى حديثه، هتلاقوا في يمكن عربيه واقفه موديل قديم خالص، وفي ناس واقفين يبدو عليهم حتى لبس عرب، لابسين عقال وحاجات زي كده، وباب المدينه زي ما انتم شايفينه مقفول، وبيستنوا لما صندوق الشمس بيطلع عشان يبتدوا يعدوا ويطلعوا. من هنا يبان اذا كان في اختلاف ظاهري في الكلام، لكن في المعنى الحقيقي هو ما حصلش اختلاف، هم فعلا وخرجوا من الفجر بدري خالص، من 4:30، وابتدوا يطلعوا من ابواب اورشليم لما النور ابتدى يطلع. ابتدوا يتحركوا في خط سير باللون الاحمر زي ما شايفينه بيتحرك تحت ووقف. اي خط سير هنشوفه بلون سوليد كده يعني مستمر، ده معناه خط سير ذهاب للقبر، واي خط سير هنلاقيه منقط ده معناه خط عوده من القبر لاورشليم، او تحديدا للعليا. يعني خرجوا ازاي؟ زي ما انتم شايفين في الصوره اللي قدامهم، هم خرجوا على شكل مجموعات. يعني اقرب وصف ليها ممكن نوصفه الطلعه اللي بيطلعوها الستات لما يطلعوا المدافن مثلا في يوم سبت العازر او يوم العيد، يروحوا يزوروا الميتين بتوعهم، فتلاقيهم يطلعوا مجموعات كده، كل ثلاثه اربعه ماشيين مع بعض، وراهم ثلاثه اربعه تانيين، وراهم ثلاثه اربعه، مجموعات مجموعات ورا بعض. وطبعا النساء كانوا حاملين الحنوط ورايحين. فهم هنا يدينا الخروج من اورشليم، يبتدي يقول لنا وبعد السبت، ده معلمنا متى، عند فجر اول الاسبوع جاءت مريم المجدليه ومريم الاخرى لتنظر القبر. معلمنا مرقس يقول وبعد ما مضى السبت اشترت مريم المجدليه ومريم ام يعقوب وسلوم حنوتا لياتينا ودهنا، وباكرا جدا في اول اسبوع اتينا الى القبر اذ طلعت الشمس. الاربع بشائر الموجودين هم نفس الاربع ايات اللي قريناهم، هم الاربع ايات دول يعني اربع ايات بس بيستهدفوا بيهم في البرزنتيشن اكتر من حاجه هقولها في الاخر. الخطوه اللي وراهم مشاعر النساء، خط السير الاحمر ماشي لغايه ما هيوصل للقبر المقدس، وده خط سير المريمات والنساء والناس اللي كانوا وراه. فانجيل مرقس يوصف لنا مشاعرهم، هم كانوا هم ماشيين حاسين بايه. انجيل مرقس يقول وكنا ياكلنا فيما بينهن من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر. يبقى هو انجيل مرقس بيقول هم دلوقتي عمالين يفكروا مين هيشيل لنا الحجر، هنشيله ازاي، ده عايز رجاله كتير واحنا لوحدنا ما نقدرش. انجيل لوقا يقول واذ كنا خائفات ومنكسات وجوهنا الى الارض. انجيل لوقا يوصف الوضع ان هم خايفين ومدلدلين راسهم، مخبيين نفسهم، مش عايزين حد يشوفهم لانه خايفين من الوضع اللي في اورشليم دلوقتي. اذا المشاعر بتاعت النساء كانت مشاعر خوف واضطراب وقلق من جهه الحجر، مين اللي هيدحرج الحجر. الاربع ايات اللي شفناهم نرجع هنا تاني، بعد ما وصلوا للقبر هنلاقي معلمنا متى يقول نفس الكلام اللي احنا قريناه من شويه، ومعلمنا مرقس نفس الكلام. فهم نفس الاربع ايات بيتكلموا عن مين اللي خرج من اورشليم، المريمات، مين هم، اسمائهم ايه، خرجوا امتى، خرجوا الظلام باكن ولا الشمس طلعت الشمس يوضح، وخرجوا ليه، رايحين ليه، يحطوا الـ 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 الحنوط على القبر. فهي الاربع ايات دول بيستهدف بيهم اكتر من سبب. هم وصلوا هنا القبر، فنفس الاربع شواهد هيتكلموا على نفس الاربع ايات تاني ان هم وصلوا القبر. وكان تقريبا الكلام ده على حوالي الساعه 7 الا ربع صباحا لغايه لما وصل القبر، في حوالي ساعه الا ربع من خروج من باب اورشليم لغايه القبر المقدس. طبعا زي ما قلت لكم هم خرجوا على مجموعات، مجموعه بتتحرك ومجموعه تانية وراهم، مجموعه تانية وراهم، وفي ناس وصلت الاول، ناس وصلت بعديهم، وكل المجموعه بتوصل بتكتشف المشهد ان الحجر متدحرج والقبر فاضي والحراس مش موجودين. فهنا يبان في معلمنا مرقس يقول فتطلعنا وراينا ان الحجر قد دحرج لانه كان عظيما جدا. بصوا لقى الحجر اتدحرج. معلمنا لوقا يقول فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع. يبقى دي نمرة اتنين، معلمنا لوقا شافوا الحجر متشال ودخلوا. معلمنا يوحنا برضو هم الثلاث شخصيات اللي هيركز عليهم، فبيقول وفي اول اسبوع جاءت مريم المجدلية الى القبر باكرا والظلام باق فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر. يبقى الثلاث بشائر كلهم بيأكدوا ان هم لما وصلوا لقوا الحجر مرفوع، وفي معلمنا لوقا قال ان الناس وكمان دخلوا القبر وبصوا وشافوا اللي حصل جوه. بعد كده ظهر الملائكه للنساء. فطبعا في احيانا دمص نلاقي بعض البشائر تتكلم على ان الملاك اللي بيكلم النساء، وفي بشائر تانية يعني في انجيل تاني نلاقيه بيتكلم ان في ملاكين هم اللي واقفين بيتكلموا، فهل هم ملاك ولا اتنين؟ شوف انجيل معلمنا متى يقول فاجاب الملاك وقال للمرأتين، فهنا بيتكلم على واحد. وفي معلمنا مثلا مرقس يقول
ولما دخلنا القبر رأينا شابا جالسا على اليمين لابسا حلة بيضاء. وفي إنجيل لوقا يقول إذ رجلان وقف بهن بثياب براقة وقال لهن بعد كده. فالحتة دي هما طبعا ملاكين مش ملاك واحد، لكن ليه بشارة كتبت ملاك وبشارة كتبت ملاكين؟ يعني على حسب التخيل، يعني كأني مثلا رحت النهاردة حضرت مثلا اجتماع في الكنيسة عندنا، وكان الاجتماع ده فيه مثلا مجموعة من الخدام، وكان مثلا أبونا شنودة أبونا إيرون بيتكلموا في الاجتماع، والموضوع مثلا عن الاتضاع. فأنا حضرت الاجتماع ورجعت وبحكي بقى للبيت عندي، بقول لهم أنا حضرت اجتماع حلو في الكنيسة وكانوا بيتكلموا عن الاتضاع. فالموضوع العام هو الاتضاع، كانوا بيتكلموا. لكن لما اجي مثلا اقول ابونا شنودة قال لنا مثلا الخادم لابد ان يكون منسحق القلب، فلما اجي عند حته منسحق القلب لازم اقول ابونا شنودة قال كذا، وممكن ابونا ايرون مثلا يقول لنا الخادم لابد ان يغسل ارجل اخوات الخدام، فلما اجي اقول الجمله دي لازم اقول ابونا ايرون قال كده. لكن لو كلمت بشكل عام هقول كلمونا عن الاتضاع. فهو هنا الانجيل لما بيجي بيتكلم عن ان ملاك اتكلم وقال حاجه فيقول ملاك اتكلم. وطبعا كان في لما تشوف في البشاير ملاك قال جمله وفي ملاك قال جمله تانيه، لكن لما يكونوا بيتكلم على ان الملائكه اتكلم فبيتكلم على الحدث الرئيسي ان المسيح ما هوش هنا. فهم كانوا ملاكين مش ملاك واحد، لكن لما يذكر انجيل ان في ملاك فيذكر ان في ملاك اتكلم وقال كذا. يعني حديث الملائكه مع النساء ده كان تقريبا على حوالي ما يقرب من 8 صباحا، فانجيل متى يقول فاجاب الملاك وقال للمرأتين مريم المجدليه ومريم الاخرى لا تخافا انتما فاني اعلم انكم تطلبان يسوع المصلوب، ليس هو ها هنا لانه قام كما قال، هلما انظر الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه واذهب سريعا قولا لتلاميذه انه قد قام من الاموات ها هو يسبقكم الى الجليل هناك ترونه. الملاك يقول بقى ايه؟ ها انا قد قلت لكم، انا قلت لكم يعني خليكم فاكرين. فخرجتا سريعه من القبر بخوف وفرح عظيم راقدتين لتخبر التلاميذ. الملاك بشر المريمات بالقيامه وقال لهم يروحوا الجليل المسيح هناك هيستناهم، وقال لهم ها انا قد قلت لكم. انجيل مرقس يقول فقال لهن لا تندهشن انتم تطلبن يسوع الناصري المصلوب، قد قام ليس هو ها هنا، هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه، لكن اذهبنا وقلنا لتلاميذ ولبطرس. هنا بيأكد ان هم يروحوا لبطرس كمان مش للتلاميذ بس، علشان خاطر بطرس ما تصغرش نفسه ويفتكر ان المسيح بعد اللي حصل المسيح رفضه، فهو بيأكد ان يروحوا كمان لبطرس انه يسبقكم الى الجليل هناك ترونه كما قال لكم. فالملائكه ادوهم مسج واضحه جدا، والملاك في متى قال لهم ها انا قد قلت لكم. انجيل لوقا يقول واذ كنا خائفات ومنكسات وجوهنا الى الارض قال لهن لماذا تطلبن الحي بين الاموات، ليس هو ها هنا لكنه قام، اذكرنا كيف كلمكن وهو بعد في الجليل. الملاك بيفكرهم بكلام المسيح اللي قاله عن نفسه في الجليل، قال ايه؟ قائلا انه ينبغي ان يسلم ابن الانسان في ايدي اناس خطاه ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. يبقى ده شكل الحديث الملائكه مع النساء، ادوهم مسج وقال لهم المسيح قام الاموات وانتوا عليكم تطلعوا وتروحوا وتقولوا للتلاميذ ان هم المسيح هيسبقكم للجليل وهناك هتشوفوه. فاذا الملائكه ظهروا واتكلموا والمريمات سمعوا حديث الملائكه. السلايد اللي وراها بدايه العوده من القبر، كان تقريبا حوالي الساعه 8 وربع نلاقي في خط سير العوده باللون الاخضر المنقط انا بشاور عليه بالكرسر اهو، يا دوبك هم لسه هيبتدوا يطلعوا من القبر ويتحركوا، هم لسه جنب القبر. فايه اللي حصل بقى في بدايه العوده من القبر؟ نشوف معلمنا متى يقول فخرجتا سريعا من القبر اللي هو المريمتين يعني بخوف وفرح عظيم راقدتين لتخبر تلاميذه، خايفين وفرحانين في نفس الوقت. مرقس يقول فخرجنا سريعا وهربنا من القبر لأن الرعدة والحيرة أخذتهن. يبتدي هنا يوصف شكل تاني للمشاعر، رعدة والحيرة أخذتهن. معلمنا لوقا يقول فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر، افتكروا الكلام اللي قالوا ده ورجعوا من القبر. فهم دلوقتي وهم راجعين من القبر هم الأناجيل ركزت هم حسوا بإيه، شعروا بإيه، الموقف كان شكله إزاي، وخدوا بعضهم ورجعوا للقبر من القبر. السلايد اللي وراها هم يا دوبك لسه زي ما انتم شايفين بيتحركوا، وابتدى المسيح ظهر للمريمات وهم لسه في محيط القبر يعني ما هماش بعيد عنه يعني.
فهنا هتلاقوا فيه أيقونة للمسيح القائم من الأموات موجودة، دي معناها إن ده أول ظهور، هما 5 ظهورات يوم الأحد، فده أول ظهور فيه، ما تلاقي الصورة تظهر، كل ما تظهر صورة للمسيح القائم معناها إن في ظهور حصل في الوقت ده. فده أول ظهور، ظهور المسيح للمريمتين. وفيما هم منطلقتان، إنجيل متى يقول يعني، لتخبر تلاميذه إذ يسوع لقاهما وقال سلام لكما، فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له. خدوا بالكم هنا إنجيل متى يقول إن مريمتين بما فيهم مريم المجدلية اتقدموا وسجدوا للمسيح ومسكوا رجليه. ما كانش هنا في كلمة لا تلمسيني عشان هنجيلها قدام. فقال لهم يسوع لا تخافا، اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني. فهنا يبين إن مريم المجدلية مسكت رجل المسيح أوريدي يعني، وسجدت ليه هي ومريم الأخرى. فده أول ظهور حصل للمريمتين، والمسيح بشرهم بالقيامة وقال لهم تروحوا تقولوا للتلاميذ. هنا في حدث مهم جدا، المريمات وهم راجعين رايحين يبشروا التلاميذ بالقيامة، وطبعا وهم راجعين كان في الوقت ده الحراس كانوا وصلوا للهيكل وكانوا عرفوا يتقابلوا مع رؤساء الكهنة. طبعا هم كانت الساعة 8 وربع، هم كانوا وصلوا من بدري، ولكن واضح ان هم يعني كان لسه ما تمكنوش ان هم قابلوا رؤساء الكهنة. فدلوقتي في الوقت ده كانوا قابلوا رؤساء الكهنة، وابتدى يحصل ايه؟ ابتدى يحصل بقى طرفين في الموضوع. في انجيل متى يقول وفيما هن ذاهبات إذ قوم من الحراس جاءوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة بكل مكان. الحراس وصلوا لرؤساء الكهنة وقالوا لهم على اللي حصل، فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا وأعطوا العسكر فدة كثيرة قائلين قولوا أن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام، وإذ سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين. فأخذوا الفدة وفعلوا كما علموهم، فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم. يبقى اللي حصل إيه؟ في الوقت ده أصبح خبر القيامة ليه أكثر من شكل. خبر القيامة خبر كاذب اللي هو أخذوه الحراس من رؤساء الكهنة وقالوا لهم قولوا إن تلاميذه جم وسرقوه، ده خبر كاذب. خبر تاني عن القيامة ليه أكثر من شكل، ناقص أو كامل. شكل ناقص، الناس اللي راحوا للقبر شافوا القبر مفتوح وما فيهوش المسيح، ده خبر القيامة ناقص مش كامل. خبر تاني، النساء راحوا ولقوا القبر مفتوح وما فيهوش المسيح ولقوا ملائكة. المريمات راحوا وشافوا القبر مفتوح وما فيهوش المسيح ولقوا ملائكة ودخلوا واتكلموا معاهم وبشروهم بالقيامة. وتيجي مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف يقولوا وإحنا كمان خارجين وطالعين قابلنا المسيح وبشرنا وقال لنا نروح نقول لكم إن هو هتقابلوه في الجليل هناك ترون. فإذن خبر القيامة كان ليه أكتر من شكل في الوقت ده، وقت شكل كاذب وشكل غير مكتمل وشكل حقيقي مكتمل لخبر القيامة. ابتدت المريمات ترجع من القبر، زي ما انتم شايفين خط السير اللي باللون الأخضر المنقط ده خط سير المريمات اللي هم راجعين من القبر وراجعين رايحين عند العلية، هينتهي الخط السير عند العلية عشان يبشروا التلاميذ بالقيامة. المريمات وصلوا للعلية وابتدوا يخبروا التلاميذ. في إنجيل مرقس يقول فخرجنا سريعا وهربنا من القبر لأن الرعدة والحيرة أخذتهن ولم يقلن لأحد شيئا لأنهم كنا خائفات. هم طبعا المشاعر كانت مختلطة جدا، حاسين برعدة وحاسين بحيرة وحاسين بخوف وحاسين بفرح، مشاعر متلخبطة جواهم جدا، وطبعا العقل مش قادر يقبل اللي هم شافوه، وحصل نوع من إيه يعني بقوا كده confused جدا من اللي شافوه، ولكنهم بيجروا في حالة جري جدا شديد وعايزين يبلغوا التلاميذ اللي شافوه. علمنا مرة تقول وبعدما قام بكام في أول الأسبوع ظهر أولا لمريم المجدلية التي كان قد أخرج منها 7 شياطين، فذهبت هذه وأخبرت التلاميذ الذين كانوا معه وهم ينحون يبكون. لوقا عندنا في حتتين، الحتة الأولى ورجعنا من القبر وأخبرنا 11 وجميع الباقين بهذا كله، وكانت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب والبقيات معهن اللواتي كن هذا للرسل، فتراءى كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقهن. الحتة دي مهمة، الرسل بصوا للمريمات ان الكلام ده هذيان. في لوقا تانية قدام شوية هيبين حديث تلميذي عمواس وهم بيكلموا مع المسيح، احنا لسه هنيجي لتلميذي عمواس قدام، بس بيقول ايه؟ بل اللي بيكلم هنا التلميذي عمواس لوقا وكليوباس، فبيقولوا بل بعض النساء منا حيرننا إذ كنا باكرا عند القبر ولما لم يجدنا جسده أتينا قائلات إنهن رأينا منظر ملائكة قالوا إنه حي، ومضى قوم معنا بطرس ويوحنا يعني الى القبر فوجدوا هكذا كما قالت ايضا النساء واما هو فلم يروه. انجيل يوحنا 3 شخصيات اللي ركز عليهم، معلش في الدور عشان يطلع انجيل يوحنا. انجيل يوحنا
يقول: فركضت وجاءت إلى سمع بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه، وقالت لهم: أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه. الحتة دي تخلينا برضه نبقى مرتبكين شوية. هما فرحانين وطالعين ومبسوطين، وفي نفس الوقت تقول أخذتهم الرعدة والحيرة والخوف. وبعدين لما راح بشاره بعد ما قالوا إن شفناه، نبص نلاقي مريم المجدلية تقول: أخذ السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعه. إيه اللي خلاهم يقولوا كده؟ يبين هنا الجزء ده رد فعل التلاميذ. بالمناسبة هي الساعة كانت وصلت لحوالي 9 صباحا في الوقت ده، احنا بدأنا من 3 الفجر وصلنا 9 صباحا. في إنجيل مرقس يبتدي يدينا رد فعل التلاميذ، يقول لنا: فلما سمع أولئك أنه حي وقد نظرناه فلم يصدقوا، ما صدقوش، التلاميذ ما صدقوش اللي اتقال لهم. إنجيل لوقا يقول: فتراءى كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقوهن. وفي الحته الثانيه اللقاء الاخيره اللي هي بتاعت المذيع عمواس بيقول ان هم راينا منظر ملائكه وقالوا انه حي، بس برضه مش مصدقين. ايه اللي حصل لما المريمات راحوا قالوا للتلاميذ الكلام ده؟ فبيقول: تراءى كلامهن لهم كالهذيان. قالوا: لا، دول بيخرفوا ولا ايه؟ قالوا: انتوا يا جماعه انتوا حزانه وتعبانين وما نمتوش، ويعني والمشاعر جواكم متلخبطه، انتوا اتلخبطتوا، انتوا اكيد ما شفتوش المسيح، المسيح ما قامش ولا حاجه، اللي انتوا بتقولوه ده كلام ما يخشش عقل. فابتدى رد فعل التلاميذ انه يقول لهم انتوا بتخرفوا ولا ايه يعني، ابتدى يحصل بعد ما هما بقوا بشروا القيامه. ابتدت مريم المجدليه تقول خلاص، بقت هي من جواها ابتدت تتشكك، فابتدت ترجع النقطة اللي قبل منها اللي ما حدش يقدر يعارضها عليها، اللي هي مثبته فعليا على ارض الواقع ان هو اخذ السيد من القبر ولسنا نعلم اين وضعه، ما حدش يقدر يجادلها في دي، لان القبر فاضي والمسيح مش موجود وما هو مش عارف هو فين. فابتدت مريم بعد ما هي بشرت بالقيامه تراجعت وراها. هنا في السلايد دي ورينا دخول الشك طبعا في نفوس النساء، ويبان طبعا في انجيل يوحنا اللي هي الحته بتاعت مريم المجدليه لما تقول: اخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم اين وضعوه. بعد ما بشروا وقالوا احنا شفنا وبيقول لكم روح في الجليل، رجعوا في كلامهم تاني وابتدوا يقولوا: هو احنا اللي شفنا ده كان المسيح ولا لا؟ هم دول كانوا ملائكه ولا مش ملائكه؟ هو احنا اللي قلنا ده كان صح ولا لا؟ التلاميذ شككوا المريمات، ومريم المجدليه طبعا اتشككت من جوها بعد ما هي كانت امنت وشافت المسيح. فلما حصل كده بعد لما قالوا للتلاميذ كده، على طول بطرس ويوحنا جري من الارض، كان تقريبا في حدود الساعه 10 صباحا. خط السير اللي باللون الازرق اللي طالع بيتحرك قدامكم ده، ده خط سير بطرس ويوحنا وهم طالعين رايحين القبر، ومعاهم كمان مريم المجدليه كانت ماشيه وراهم في الطريق. فانجيل لوقا يقول لنا التحرك حصل ايه، يقول لنا: قام بطرس وركض الى القبر فانحنى ونظر الاكفان موضوعه وحدها، فمضى متعجبا في نفسه مما كان. فيقول ان بطرس ركض. وبعد كده في لوقا برضه 24 برضه في حديث المذيع عمواس يقول: مضى قوم من الذين معنا القبر فوجدوا هكذا كما قالت ايضا النساء، وقالوا ان هم برضه ما شافوهوش. اللي هم مين اللي اتحركوا؟ بطرس ويوحنا. انجيل يوحنا يقول: فخرج بطرس والتلميذ الاخر واتيا الى القبر، وكان الاثنان يركضان معا، فسبق التلميذ الاخر بطرس وجاء اولا القبر. فالثلاث اناجيل دول، انا اسف، الانجيلين دول لوقا ويوحنا، يقول لنا ان بطرس ويوحنا طلعوا وجريوا بعد ما سمعوا كلام مريم المجدليه وراحوا القبر، وكانت وراهم على طول في ديلهم مريم المجدليه ماشيه وراهم في نفس خط السير. يتكلم مين اللي وصل؟ مين اللي وصل الاول؟ يوحنا كان شاب صغير فسبق بطرس ووصل. بيقول: وكان الاثنان يركضان معا، ده انجيل يوحنا، فسبق التلميذ الاخر بطرس وجاء اولا القبر. اللي وصل الاول يوحنا، بعد كده وصل بطرس بعد منه. فيقول: فقام بطرس وركض الى القبر فانحنى ونظر الاكفان موضوعه وحدها، فمضى متعجبا في نفسه. بطرس وصل ودخل، يوحنا كان لسه واقف بره زي ما انتم شايفين في الصوره، لسه ما دخلش. في لوقا تاني برضه نفس حديث المذيع عمواس يقول ان بطرس راح وشافوا القبر ما شافوش المسيح. انجيل يوحنا يقول: ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر الاكفان موضوعه، والمنديل الذي كان على راسه ليس موضوعا مع الاكفان بل ملفوفا في موضع واحد. فهنا الحته دي تبين لنا ان بطرس حصل يوحنا، يوحنا وصل الاول شاف المنظر من بره ووقف، حصله بعد كده بطرس ودخل بطرس قبل يوحنا، بعد كده يوحنا دخل بعد بطرس برغم ان هو وصل الاول. يقول: فحينئذ دخل ايضا التلميذ الاخر الذي جاء اولا الى القبر ورأى فآمن. الحته دي جميله خالص. فيوحنا دخل وشاف المنظر وآمن. بعد كده هنا نتكلم على رد فعل بطرس يوحنا. رد فعل يوحنا عظيم جدا. انجيل لوقا يقول لنا:
فقام بطرس وركض إلى القبر فانحنى ونظر إلى أكفان موضوعة وحدها، فمضى متعجبا في نفسه مما كان. رد فعل بطرس إن مضى متعجبا، اتحير من اللي هو شافه وتعجب، بتلخبط إيه اللي أنا شفته ده؟ ده معناه إيه؟ إنما يوحنا، شوف يوحنا جميل جدا، يوحنا يقول لك إيه؟ ورأى فآمن. هو شاف المنظر وشاف الأكفان ورأى، ويقول لك حتى لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب. ده أنت يا يوحنا مش عارف النبوات، ورأيت فآمنت. فيوحنا رأى المنظر، ولا هو شاف المسيح، ولا هو شاف ملاك، ولا هو يعرف الكتب، ولكنه لما رأى المنظر ده آمن. بعد كده عودة بطرس ويوحنا من القبر، هتلاقي خط بالبني ماشي منقط راجع من القبر وماشي وراجع لغاية العلية. بطرس ويوحنا راجعين، ولكن مريم كانت وصلت بعدهم بشوية، وفضلت مريم قاعدة. مريم طبعا منهارة جدا من جواها ومتلخبطة، والدنيا كلها يعني مش عارفة ايه اللي بيحصل ده، انا بعد ما شفته ولو ما شفتوش. ابتدت تشك من جواها. فانجيل يوحنا يركز برضو على مريم، يقول فمضى التلميذان ايضا الى موضعهما، ويبتدي يتكلم بعد كده واما مريم. هنا بطرس ويوحنا وصلوا للعلية وابتدوا يقولوا للتلاميذ على شافوه. في انجيل لوقا يقول ومضى قوم من الذين معنا، دي برضو حديث المزايا عمواس، الى القبر فوجدوا هكذا كما قالت ايضا النساء، واما هم فلم يروه. رجع بطرس ويوحنا في خط السير البني ده، وصلوا لغايه العليه وابتدوا يحكوا على اللي شافوه. هم ما شافوش المسيح، هم ما شافوش المسيح، هم شافوا القبر فاضي والاكفان، وابتدوا يحكوا على اللي حصل. مريم هنا عند القبر قاعده، وصلت بعد منهم وقاعده برضه بتعيط، وبعد ما كانت فرحانة رجعت للليل المربع صفر تاني، قاعدة بتعيط وزعلانة على المسيح، وكل شوية مش قادرة تصدق نفسها، فعمالة تبص للقبر جوه. فيقول إنجيل يوحنا أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي، وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر. برضو كل شوية عمالة تبص بعينيها وتبص على القبر وتشوف المشهد اللي هي بصت له من الأول. فلما بصت شافت طبعا زي ما انتم شايفين في الصورة ملاكين واقفين جوه. فابتدت مريم لما شافت المنظر ده، فبيقول إنجيل يوحنا أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي، وفيما هي تبكي انحنت فنظر ملاكين بثياب بيض جالسين، واحد عند الرأس وواحد عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوع. فقال لها الملاكين بقى كلموها، يا امرأة لماذا تبكين؟ قالت لهم إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. حديث تاني أهو، هتلاقي هنا في صورة تانية للملاك نزلت، ده معناه ان في حديث تاني ما بين الملائكة وما بين مريم المجدلية. فمريم اتكلمت مع الملائكة أول مرة، ودي تاني مرة برضو تتكلم مع الملائكة بعد القيامة. وهي بتتكلم كده بصت حصل إيه؟ معلمنا يوحنا يقول ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع. قال له يسوع يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت أنه الثاني. فقالت له يا سيد إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا أخذه. ابتدت تقول لو أنت يعني اللي خدته قبيته قولي حطيته فين. قال لها يسوع يا مريم، نادها باسمها، وهي عارفة صوت يسوع كويس وعارفة الطريقة اللي بيكلمها بيها وبالصوت اللي بيناديها بيها. فأول ما قال لها يا مريم فللوقت هي عرفت مين اللي قدامها ده. فالتفتت تلك وقالت له ربوني الذي تفسير يا معلم. فقال له يسوع لا تلمسيني لاني لم اصعد بعد الى ابي، ولكن اذهبي الى اخوتي وقولي لهم اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم. في الاول ظهور المسيح ظهروا للمريمات، يقول مريم المجدليه ومريم الاخرى تقدمتا وسجدتا له وسكت بقدميه. المسيح ما قالهاش لا تلمسيني. لكن هنا لما جت مريم المجدليه ولما ناداها باسمها وقال لها يا مريم جريت ومسكته. كلمه لا تلمسيني بالعربي يعني احنا بيبقى ميك سنس ان هنا المقصود بيها دونت تاتش مي يعني، بس هي ما كانتش كده. هي في الترجمات وحتى في الانجليزي دونت كلينج اون مي، يعني ما تشعلقيش فيا، ما تمسكنيش بالشكل ده. هي مريم المجدليه في الغالب بعد ما اتحيرت وتشككت، ولما شافته للمريم المره الثانيه واتكلمت معاه، فكما لو كان في جواها عايزه تقول لا ده انا اللي شفته بقى ده بجد وهو فعلا قدامي، محدش المره دي هيقول لي ان انا بخرب. فكلبشت في المسيح، وزي اللي بيقولوا يعني بالبلدي عبطت فيه، يعني ما كلبشت فيه خالص. فالمسيح علمت اللي يعني ما تمسكيش فيا بالشكل ده، زي ما النص الانجليزي تقول dont cling on me، يعني ما تتشبسيش فيا بالشكل ده، لاني لما اصعد بعد الى ابي انا لسه موجود معاكم. هو يا مريم المجدليه راحت تاني امتى؟ مع بطرس ويوحنا؟ بالظبط كده، هي راحت ورا بطرس ويوحنا لما هم راحوا جريوا على القبر، هي راحت وراهم تاني. لما هم راحوا شاف المشهد ورجع، مريم وصلت بعد منهم بشويه وفضلت قاعده عند القبر عماله تعيط، وحصل الديالوج اللي احنا شفناه دلوقتي.
لكن هو طبعا كان ليها ظهور تاني احنا قلناه في الاول لما المسيح ظهر لها هي ومريم ام يعقوب ويوسف. فهنا مريم المجدليه قال لها بقى قولي للتلاميذ اني اصعد الى ابي لابيكم والهي والهكم. في الوقت ده مريم المجدليه اخذت رساله وهتبتدي تجهز عشان ترجع وفرحانه من القبر. قبل ما ترجع في الوقت ده كان حوالي الساعه 1:30، تلميذي عمواس كانوا قرروا ان هم يمشوا من اورشليم ويروحوا لقريه عمواس. التلميذين دول هم لوقا وكليوباس، وفي تفسير الاباء بيقولوا ان جايز ان التلميذين دول ان هم خرجوا وراحوا من اورشليم لعمواس بغرض الهروب، لان كان خبر القيامه ابتدى يشاع في اورشليم، في خبر كاذب ان التلاميذ اخذوه وسرقوه، فيظهر خاف على نفسهم ان يحصل بطش من الرومان بيهم. فبعض اراء الاباء يعني بتقول ان قد يكونوا يعني خرجوا يعني من اجل الهروب، ان هم يتجنبوا المشاكل اللي ممكن تحصل معاهم. خط خروج تلميذي عمواس مرسوم باللون اللبني الفاتح، وهيبان خارج من العليه وماشي تحت في اخر السلايد من تحت اللون اللبني الفاتح. فتلميذي عمواس قرروا ان هم يسيبوا العليه وابتدوا يتحركوا. كانت حوالي 1:30 الظهر. المجدليه رجعت وصلت تقريبا زي ما انتم شايفين حوالي 2:15، فهي ما وصلت كانت تلميذي عمواس طلعوا ما كانوش موجودين. وزي ما انتم شايفين خط العوده باللون البينك اللي راجع من القبر المقدس ورايح للعليه، ده خط سير عوده المجدليه. انجيل يوحنا يقول عنها: فجاءت مريم المجدليه واخبرت التلاميذ انها رات الرب وانه قال لها هذا. مريم رجعت بقى بقوه كبيره بقى وتقول ما عادتش خايفه، المره دي هي متاكده جدا جدا ان اللي شافته هو المسيح. وزي ما قلت لكم خط السير المنقط بالبينك ده خط عوده مريم المجدليه من القبر. فرجعت مريم واخبرت التلاميذ، هنلاقي تقريبا نفس الايه هي: فجاءت مريم المجدليه واخبرت التلاميذ انها رات الرب وانه قال لها هذا. الصوره اللي قدامنا زي ما انتم شايفين مريم بتبشر التلاميذ، وعشان كده الكنيسه توصف مريم المجدليه بانها رسوله الرسل. اذا كان الرسل بشروا بقيامه المسيح في كل الامم، فاللي بشر الرسل نفسهم بالقيامه هي مريم المجدليه. الايقونه دي جميله خالص، تبين مريم وهي بتبشر الرسل بحدث القيامه. بعد كده في ظهور حصل لبطرس. الظهور ده الانجيل لم يذكر عنه غير بس العنوان فقط، ما ذكرش اي تفاصيل ليه خالص، يعني ايه اللي حصل في الظهور ده وايه اللي تم. ولعل الظهور ده قد يكون المسيح يعني ظهر لبطرس يثبت ايمان بطرس، لان بطرس طبعا كان من جواه كان ايمان وخلاص يعني، وحس ان هو مش معدود بينهم خلاص، كان يعني حزين على اللي عمله لانكاره للمسيح. فغالبا ربما يكون يعني المسيح ظهر يثبت ايمانه، ويكون في عتاب رقيق من المسيح لبطرس، وان يقول له ان انت يعني انت ابني وانت ما زلت معايا، وعشان كده الملاك قال لهم اذهب قول للتلاميذ ولبطرس. المسيح عايز يقول له انا ما زلت عايزك وانت ايه، انت ما زلت معايا. لكن الظهور ده ما فيش حد اتكلم عليه. بصوا انجيل لوقا يقول ايه: وهم يقولون ان الرب قام بالحقيقه وظهر لسمعان. ما تقلش اكتر من كده. ونلاقي في رساله كورنثوس الاولى نقول: وانه ظهر لصفا ثم لاثني عشر. 12 اللي هو الظهور الاخير اللي حصل في العليه بالليل. هنا هنلاقي ثلاث صور للمسيح القائم من الاموات على البرزنتيشن. دول الثلاث ظهورات اللي حصلوا لغايه دلوقتي: ظهور للمريمتين، ظهور لمريم المجدليه لوحدها، وظهور الثالث لبطرس لوحده ولم يذكر عنه شيء. بعد كده الظهور الرابع اللي هو قبل الاخير، ظهور المسيح لتلميذي عمواس. وهم ماشيين كلنا عارفين القصه ورايحين قريه عمواس، المسيح ظهر لهم. في انجيل مرقس يقول: وبعد ذلك ظهر بهيئه اخرى لاثنين منهم وهم يمشيان منطلقين الى البريه. انجيل مرقس قال كده. انجيل لوقا يقول: وفيما هم يتكلمان ويتحاوران اقترب اليهم يسوع نفسه وكان يمشي معهما، ولكن امسكت اعينهما عن معرفته. هم ماشيين ورايحين القريه، وهو تظاهر ان هو ماشي جنبهم وابتدى يقرب منهم وبعدين يفتح معهم حوار، فابتدوا زي ما انتم شايفين في الصوره قرب وابتدى يدردش معهم وابتدى يتكلموا مع بعض وهم ماشيين. هنا على حوالي الساعة 4 بعد الظهر المسيح ماشي معهم في سكة السفر دي، هي سكة قصيرة هقول لكم تقريبا قد ايه دلوقتي. هو ماشي معهم وبيتكلم معاهم عن النبوات الخاصة بيه. الحتة دي جميلة. في انجيل لوقا يقول: فقال لهما: ما هذا الكلام الذي تتطرحان به وانتما ماشيان عابسين؟ فاجاب احدهما الذي اسمه كليوباس: هل انت متغرب وحدك في اورشليم ولم تعلم الامور التي حدثت فيها في هذه الايام؟ يعني قالوا انت مش من هنا ولا انت مش داريان باللي بيحصل؟ فقالوا انت غريب ولا ايه يعني؟ فقال لهما: وما هي؟ فربنا مترفق كده يعني قاعد بيسمعهم يعني.
فقال المختص بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب، كيف أسلم رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه، ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. ولكن مع هذا كله اليوم له 3 أيام منذ حدث ذلك، بل بعض النساء منا حيرننا إذ كنا باكرا عند القبر. ويكملوا كلامهم يقولوا: ولما لم يجدنا جسده أتينا قائلات إنهن رأينا منظر ملائكة قالوا أنه حي. ومضى قوم من الذين معنا اللي هو بطرس ويوحنا يعني إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت أيضا للنساء، وأما هو فلم يروه. فالمسيح سمحهم للآخر وابتدي يرد عليهم، فقال لهما: أيها الغبيان والبطيء القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده، ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. هم قالوا للمسيح: أنت متغرب هنا لوحدك، غريب وما أنتش عارف أي حاجة ومش فاهم أي حاجة. فهم اتهموا أنه هو غريب ومش عارف حاجة. فقام المسيح بعد ما سمحهم للآخر وضح لهم أن هم اللي غربة عن كلمة الله وغربة عن النبوات وما هماش عارفين النبوات، ابتدى يفسر لهم. فاكتشفوا الآخر ان هم الغرباء عن الإنجيل، مش هو اللي غريب عن أورشليم. بعد كده وصلوا قرية عمواس في حدود تقريبا حوالي الساعة 5. المسيح بين ان هو يعني كان ماشي يعني مكمل لقدام، تظاهر يعني هو ماشي قدام، وهم هيبتدي يقولوا لا احنا عايزينك تخش معانا. فإنجيل لوقا يقول إيه: ثم اقتربوا إلى القرية التي كانوا منطلقين إليها، وهو تظاهر أنه كان منطلق إلى مكان أبعد. قرية عمواس يعني هم أخذ لهم كم ساعة ما يقرب من 3 ساعات ونص. هو بيقول إن هي كانت حوالي 60 غلوة، والغلوة تقريبا حوالي من 160 ل 170 متر، ف 60 غلوة تقريبا حوالي 10 كيلومتر، مسافة مش بعيدة. 10 كيلومتر تقريبا ما عدت أبص لها يعني تقريبا حوالي 6 ميل وشوية. تقريبا المسافة دي يا جماعة، المسافة دي مش بتاع الجي بي اس، يعني تقريبا شارع لوكود اللي بيبتدي من عند الكنيسة وينتهي عند اليو سي اف تقريبا 6 ميل وشوية من على الجي بي اس. فالمسافة ما بين عمواس وأورشليم تقريبا قد شارع لوكود ده من بدايته من عند الكنيسة لغاية اليو سي اف الناحية التانية. فعشان نبقى متخيلين المسافة اللي مشوها قد ايه في سفرهم لعمواس ماشي. هنا وصلوا لعمواس ومعلمنا لوقا يقول ثم دي احنا قريناها الآية دي. بعد كده هيبتدي ان هم يعزموا على المسيح بقى، يعني ايه ان يلزموني يخش معاهم. في انجيل لوقا يقول ايه؟ يقول: فالزماه قائلين امكث معنا لانه نحو المساء وقد مال النهار، فدخل ليمكث معهم. قالوا لازم تخش تاكل معنا، فدخل المسيح معاهم. ويبتدي هنا ثواني هنا يبتدي المسيح بيعلن عن نفسه ليهم من خلال الفعل الافخارستي. المسيح دخل وابتدى يعلن لهم عن نفسه، قال لهم ايه: وبعد ذلك بظهر بهيئه اخرى الاثنين منهم وهم مشيان منطلقين البريه. ده مرقس اللي قال كده، لوقا يبين اكتر. يقول هنا لوقا: فلما اتكأ معهما اخذ خبز وبارك وكسر وناولهما، فانفتحت اعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما. فقال لبعضهم لبعض: ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب؟ ابتدوا بقى ساعتها لما انفتحت عينهم قالوا: هو مش قلبنا كان يعني ملتهب من جوانا لما قعد يفهمنا الكتب احنا كنا مش فاهمين وحسينا بحرارة؟ ده فعلا كان هو احنا ما كناش عارفين. فرحوا جدا جدا وقاموا وكرروا بسرعة ان هم ياخدوا بعضهم ويرجعوا من عمواس في خط سير تحت باللون الكحلي، ماشي خط منقط من قرية عمواس وماشي ورايح لمكان العلية للتلاميذ. قدامنا 4 أيقونات للمسيح القائم اللي هم ال4 ظهورات اللي تموا حتى الآن. إنجيل لوقا يقول لعودتهم إيه: فقام في تلك الساعة ورجع إلى أورشليم ووجد ال11 مجتمعين هم والذين معهم. تلميذي عمواس رجعوا في الوقت ده زي ما قلت لكم، هم خرجوا كان بطرس مرجعش ورجع بعد كده وقال على اللي شافه، ومريم المجدلية ما رجعت بشرت بالقيامة، كانت تلميذي عمواس مش موجودين في البيت في الوقت ده في العلية فما سمعوش الكلام ده، ولكن سمعوا عن اللي حصل ان حصل ايه كده، لكن ما قابلوش الاشخاص نفسهم. لما رجعوا بقى رجعوا تلميذي عمواس وحيرجعوا طبعا فرحانين جدا. هم رجعوا في حوالي 2 ساعة وهم راحوا في حوالي 3 ساعات ونص، فده يبين لنا ان هم راجعين. حتى في الصورة اللي فاتت تشوفوا كانوا راجعين بيجروا، فكانوا من الفرح الشديد فرحانين وعايزين يلحقوا يبشروا التلاميذ ويقولوا فعلا هو فعلا قام واحنا شفناه وكان معانا. فوصلوا المزيع عمواس الى العليه.
في إنجيل مرقس يقول وذهب هذان وأخبر الباقين فلم يصدقوا ولا هذين. طبعا زي ما قلت إن في كان ناس كتير، المريمات وبقية النسوة والتلاميذ والناس اللي كانوا ماشيين ورا المسيح، في ناس أمنت وفي ناس يعني الإنجيل قال إن هم فرحوا وفي ناس قالوا إن هم ما صدقوش، في ناس هيقعدوا لغاية بالليل لغاية لما المسيح هيجي لهم وهم مش مصدقين. إنجيل لوقا يقول فقام في تلك الساعة ورجع إلى أورشليم ووجد الأحد عشر مجتمعين هم الذين معه. يورينا التلاميذ لما رجعوا، تلميذي عمواس، ورجع في وسط التلاميذ وابتدوا يتكلموا ويحكوا عن اللي هم شافوه عن المسيح. فكان الوقت حوالي الساعة 9 بالليل، وهم بيحكوا عن اللي حصل في الساعة 9 بالليل، ده كان الظهور الأخير للمسيح الخاص بيوم أحد القيامة، وده كان حوالي الساعة 9 بالليل في عشية اليوم ده. فنلاقي إنجيل مرقس يقول لنا إيه؟ يقول لنا أخيرا ظهر الأحد عشر وهم متكئون، ووبخ عدم إيمانهم وقساوت قلوبهم لأنهم لم يصدقوا الذين نظروا قد قام وقد قال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل الخليقة كلها. معلمنا مرقس يقول لهم إن هو وبخهم من كتر الأحداث اللي شوفوها، خمس مرات ظهور في اليوم مسيح قدامه ومش مصدقين ومرتبكين. إنجيل لوقا يقول وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم سلام لكم، فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا لأنه دخلوا الأبواب مغلقة. فقال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم؟ انظروا يدي ورجلي. ابتدى المسيح يوريهم أثار الجراحات، إني أنا هو، جسوني وانظروا، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه، وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون قال لهم أعندكم ها هنا طعام؟ فناولوه جزء من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل فأكل فأخذ وأكل قدامه. المسيح ما كانش جعان بس كان بيأكل للسبب هنقوله. وقال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم، إنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. أول حاجة فكرهم بالكلام اللي هو قاله لهم هم في الجليل، وبعد كده ابتدى يقول حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. فكرهم الأول بالكلام اللي قالهم هو في الجليل إن هو حيموت وفي اليوم الثالث يقوم، وبعد كده فتح ذهنهم ليفهم الكتب. يكمل يقول وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدئا من أورشليم، وأنتم شهود لذلك. الحتة في الإصحاح ده في حتة مهمة، إن هو المسيح وراهم الجراحات وقال لهم يعني بصوا وشوفوا إيدي ورجلي، والنقطة الثانية قال لهم عندكم حاجة تتاكل وجابوا له اللي هو شهد العسل والسمك عشان ياكل. هنا المسيح أكل ووراهم الجراحات عشان يثبت نسوته، عشان لما يطلعوا يكرزوا بالقيامة في كل المسكونة ما يقولوش اللي مات واحد واللي ظهر لنا واحد تاني أو روح. فالمسيح أثبت نسوته إن النسوت اللي مات هو النسوت القام، ولكن المسيح قام بجسد الممجد اللي هو جسد القيامة. ففي قول كان جميل للبابا شنودة كان يقول إن المسيح قام بالجسد الممجد، الجسد الممجد اللي هو جسد القيامة، ولكنه أبقى شيئا من اللحم والعظام ليثبت نسوته. فكان جميل التعبير اللي قال إنه أبقى شيئا من اللحم والعظام عشان خاطر يشوفوا بنفسهم إن هو ده لحم ودم، إن ده مش روح، ده مش واحد ظهر له. إنجيل يوحنا طبعا بيختم الحدث ده كله بتاع النهاردة بشكل مفرح وجميل. نفتح إنجيل يوحنا يقول ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم سلام لكم، ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. فقال لهم يسوع أيضا سلام لكم كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطايا تغفر له ومن أمسكتموها عليكم أمسكت. فهنا دي ظهورات المسيح الخاصة بيوم أحد القيامة، خمس ظهورات بالترتيب شرحناهم، وكان آخر واحد فيهم الساعة 9. وجدير بالذكر إن الظهور الأخير الساعة 9 ده اللي الكنيسة بتاعتنا بتحتفل بيه يوم أحد القيامة، العشية اللي بنعملها يوم الحد بالليل. ربنا يخللنا أبائنا بيعملوها لنا، كنا لو تفتكروا بنعملها قبل ما نطلع نروح قاعة نتعشى، يعني يتعمل العشية دي عشية الأبواب المغلقة اللي فيها ظهر المسيح لكل التلاميذ وكل الأطراف اللي هما شافوا حدث القيامة، كلهم في الآخر اتجمعوا وشافوا المسيح كلهم مع بعض. فربنا يدينا كلنا يعني بركة ونصرة وبهجة القيامة في حياتنا، وإن احنا نستمتع بيها ونعيشها يوم في يوم كل 365 يوم بيقعد طول السنة. ولربنا المجد الدائم أبدين أمين. Thank you so much, Hani.
هنخرج دلوقتي من اللينك دي ونخش على التسبيحة، اللي يحب يحضر التسبيحة هنبتدي دلوقتي. العفو، بنا تعيش.